ضرب المرأة اللي بتقول الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هل طيب ترى بجواز ضرب المرأة؟ طيب هنا الإمام على عليه فكرة بتخسر كل النساء، انتبه. ايوه ماشي. طيب يعني تفضل. طيب عندنا رواية نذهب إلى الأئمة عليهم السلام، هم الذين أعلم بالقرآن وتفسيره. طبعا احنا بس أقول فد ملاحظة جدا قوية هذه، احنا عندنا أصل الضرب، هسه هذا الكلام عن الأصل، مرأة، رجل، كبير، شايب، فتاة، صغيرة، كله عندنا باب عظيم في الإسلام اسمه الإسلام الشيعي باب الديات، وهو أنه أنت إذا طخيت شخص، زوجتك، بنتك، ابنك، ضربته، هذا الضربة تحولت إلى اللون الأحمر لازم تدفع كذا مبلغ، إذا لون أزرق كذا مبلغ، إذا لون أسود كذا مبلغ، وإذا كان جرح كذا مبلغ، ومبالغ كبيرة ليست بالهينة. لذلك أنت تخاف أن تضرب ابنك، فلا يجوز ضرب الابن أو الزوجة، لأنه ستدفع عليه دية، والضرب هنا يكون حرام. هذا أصل عندنا في الدين. هسه الان راح نجي الى اي الدفع لمن يكون للدوله والشيخ ولا يكون نعم المضرب. نعم الى الدو اي نعم نعم تدفع يعني الى المراه تاكل العلقه والشيخ ياخذ الفلوس. لا لا عفوا، لا الديه الى الشخص اللي ضربته. عفوا. ها تمام تمام. انا الى الشخص يعني. الشيخ ياكل الفلوس انت والله. طيب هذا الان هسه هذا مساله الضرب، ضرب الزوجه عندكم ليس موجود، حرام ما يصير. طيب هسه الان راح نجي على يعني عدنان إبراهيم قال الضرب لكن العصا صغيرة. أنتم ما عندكم عصا صغيرة؟ الآن جاي اسمع. عندنا شيء اسمه أشبه بشنو، هو أشبه بالتخويف. شون يصير بها طريقة؟ الطريقة عن الأئمة، الطريقة عن الأئمة، ما نريد مفسرين منا ومنا، لأن هذا الدين إحنا نفسره عن الأئمة. جيد؟ جيد. الرواية في تفسير البرهان عن علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن المرأة الناشز عن أن المرأة إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال لها زوجها ارجعي إلى فراشك. فهذه الموعظة التي طلب الله عز وجل من الرجل أن يقولها للمرأة. طيب وإلا سبها مو بمعنى السب والشتم، وهو الهجر. يعني شنو؟ يعني تركها. يمكن قصده سابها بس غلطه. أحسنت. ممكن هنا أيضا حدث تصحيف، هذا موجود عندنا بالروايات، التصحيف هو بسبب التنقيل. أنا بكون أعمل خريجات يمكن بعد أنت مسلم سني مو واحد مية مية زين. قال: فإن رجعت إلى فراشها وإلا ضربها ضرب غير مبرح. هنا المعركة الطاحنة. ما معنى الضرب الغير المبرح؟ يلا يا رجل يقدر يفسر لي، يا محترماتي ان شاء الله انتم رجال، عفوا اقصد يا شجاع يقدر يفسر هاي الكلمه. تفضل استاذ علي. يلا انا افسرها. يلا افسرها طبعا من وجهه نظر سنيه. لا 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 انطيني تفسير عندي انا، ما معنى غير المبرح؟ انا ما داري، بس انا سمعت القرضاوي، مش القرضاوي، سمعت الشعراوي بيقول الضرب غير المبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشيل دما، لا دون ذلك ابطح براحتك. لا هذا حرام، يدخل في باب الديات الذي اذا تحول اللون احمر لازم يدفع مبلغ، وهو مرتكب حرام لابد ان يستغفر ويتوب. يلا تقول لي طيب كيف نضرب بحيث لا نتجاوز الشرع الشيعي؟ الامام عليه السلام قال المسح. يعني ندلكها ولا كيف؟ ادلكها اي بعد يا زوجتك. انا فاهم. لا انا ما بنسى هذا. اي شوف اي هذا هو الفقه الاسلامي هذا. طيب ما هو التدليك؟ هو متعه، واحنا الان اسمع. امامنا لحظه، امامنا نشاز، هي نشزت وبالتالي هو يعاقبها. نعم هذه هي هذا هو يدلعها. نعم مثلا هذه عندنا روايه قال مثلا عليه السلام قال ان الضرب المقصود به هو المسح، او انه يضربها بالسواك. إيش هذا؟ رجعته زي عدنان إبراهيم، عود الإسنان خلاص. طيب أنت عارف إيش المشكلة؟ لا أنت تعرف ما معنى السواك، القصد إيه السواك؟ هذا الخشب اللي يقعد المطاوعة يتمزق. أستاذ علي أرجو 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 من جناب ربك الكريم أن تنصت لي. حاضر. أنت تعرف ما معنى القصد من كلمة السواك؟ إنه صغير لا يؤلم، يعني معناه أصلا ماكو ضرب،
افتهم يا استاذ علي، مو معناها تشيل هو اكو انسان. اليوم النساء سيقومن عليك بثوره، انت عارف ليش؟ لا لا ماكو ضرب حرام، القصد هو معنى تخويفي، مو تشيل سواك وتضرب. ها يعني حتى بالسواك ما في ضرب؟ لا هذا معنى تخويفي. طيب بس اقرا النص حق الامام عشان نفهم احنا، عيد قراءته مباشره. الامام عليه السلام قال هو الضرب الغير المبرح، وهو الذي يكون بمثابه المسح، لان اسمع اسمع اسمع، اذا عملت كذا هذا مبرح. انا الان ما تاذيت، هذا مبرح. ليش؟ تنتظر ثواني الايد راح تصير حمراء، اذا صارت حمراء لازم تدفع دية، ارتكبت حرام لازم تستغفر، لازم ابريك الذمه. حلو، طيب كمل لي حق السواك في روايه الامام قراها. معنى السواك انه يكون بمثابة السواك، معناها اي لا ضرب، هذا معنى. شوف استاذ علي، انا مش حاب تفسيرك لقول المعصوم، احنا الان نتكلم عن كلام المعصوم نفسه اللي ذكر فيه السواك. بس تقرا لي النص كامل. الضرب نعم نعم الضرب يكون بالسواك على نحو السواك. اكمل عشي شويه او هاي بس هاي. لا والله والله بس خلاص، بيقول لك الضرب يكون على محمله ولا عليه. إيه هذا 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 شنو شنو احنا لازم نفهم. شوف استاذ علي لو سمحتوا، لو سمحتوا انصتوا لي جيد لو سمحتوا. من تجي روايه ضرب غير مبرح، تجي روايه بالسواك، تجيك روايات الاحمرار حرام وعليه دية واستغفار وطلب براءة الذمة، تجمع هاي الثلاث نقاط شنو تفتهم؟ تفتهم أن الله يهدد المرأة أن لا تبتعد عن زوجها، أو زوجها حرام يضربها، وأكثر شيء يسويه لها أنه هو يدير. اسمع اسمع اسمع. فقال الإمام حتى الهجر قال أن يقلب ظهره في فراشها. يعني شنو؟ مو يهجر يهجرها يطلع من البيت، لا مجرد بس يندار. شوف 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 الإسلام إيش قد يريد هنالك تقارب بين المرأة والرجل، حتى على أي لحظة يصير تصالح. مو يهجرها يطلع يروح يسافر مدري شلون ويخلي المرأة وحدها بلا نفقة أو بلا رعاية، لا قال يهجرها مجرد ينطيها ظهرها بس، لعله تجي هي الصالحة وهو يصالحها. إذن النتيجة لا ضرب، لا ضرب. إذا جيد، يكفيني أنك قلت أنه لا ضرب، يعني حتى بالسواك ممنوع يضربها. لا لا هذا معنى تخويفي مجازي للمرأة فقط. تمام يكفيني أنا، لأن حرام. أنت الآن، أنا الآن أعطيتك قواعد إسلامية دينية أن الضرب أصلا هو حرام، ما يجوز. أنا في النهاية طالما أنت تقول هكذا أمام الناس وأنت تدرك أنه في قناتك أنه لا يصح يا رجالنا أن حتى إذا نشز زوجتك أن تضربها حتى بالسواك، وأن ما نعم هو بالأرض نعم بس نعم نعم نعم. إما كلام الله، كلام الله واضح. حلو حلو طيب. إما مودة ورحمة وإما تسريح بإحسان. رضي الله عنك، أنا والله أسلم بهذا الدين. لا 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 الله شنو قال؟ قال إما مودة ورحمة بيناتكم وإما تسريح بإحسان، كل واحد يروح الحالة. يعني ليش تضرب بنت الناس في كل حال؟ إي ماكو ضرب، لا ماكو حرام. يعني هل أستطيع أقول أن الشيخ أمير القرشي يقول أن الضرب بالمفهوم اللي الناس فاهم الله العامة حرام؟ إيه حرام. أيوه هو إهانة للمرأة حتى لو إهانة، حتى لو بسواك، حتى لو مو إهانة. أنت أول مرتكب حرام، أي حتى لو بسواك الضرب في حد ذاته إهانة. إهانة مرتكب حرام في قانون، في قانون الكتاب المقدس البخيتي ما تدفع دية، في قانون الكتاب المقدس القريشي تدفع دية، وهذا معناه أنا عظمت المرأة أكثر من البخيتي. يمكن صح في هذا صدق صح، بس اعتقد لا هو ما قصده. خلاص خلاص كمل. يلا يلا خير. طيب. انا حاب اسالك في جزئيه يمكن هكذا مثلا لدى اهل السنه أي. راي راجح ان الرجل ها يضربوها. اي السنه تضرب الضرب، انا عارف ما هم الضرب عندهم. شوف هم واضحين، بيقول لك تضرب المهم لا تكسر عض، يعني اي نعم دبغها دبغ براحتك. طيب اي نعم اعوذ بالله. عندهم كمان شيء انا مصدوم منه وهو موجود اعتقد، ما انا مش متاكد هل هو في الزيديه او لا، لكن على الاقل راي راجح داخل المذاهب اهل السنه ان المراه التي تتوفى لا يلزم زوجها بالنفقه على قبرها وتكفينها، لانه انقطعت المتعه او الانفاق كان مقابل الجنس، فطالما ما عاد في منها جنس ليس ملزما، هو متبرعا، اذا لم يتبرع فيلزم اهلها. هل
الفقه الشيعي في هذا 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 موضوع بالإلزام على نحو الوجوب، لكن ماكو واحد يسوي هذا الشيء. شوف ما فهمت الله... يعني هل الرجل ملزم ولا أنا أقول متبرع؟ لك. أنا أقول لك شيء، الله عز وجل اشترط المودة والرحمة على نحو الحب لا على نحو الوجوب. أكون فرق. المودة هي شيء في القلب. لكن... هو 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 أستاذ علي بس ركز وياي. إيش دخل هذا في السؤال؟ بس دقيق بس دقيق. المودة والرحمة اشترطت على ماذا؟ على نحو الوئام بين المرأة وبين الرجل. هسه من وئام المرأة والرجل إنه هو يدفنها أو يعمل لها فاتحة، هذا كله من المودة مثلاً. أما يعني ليس وجوب. أي ليس وجوب. أما الرجل إذا ما عنده والرجل والمرأة مثلاً. أنا أقول شخص غني وعنده فلوس لكن توفت زوجته، قال خلاص اتصل لأبوها جيشوا له حقكم الجثة، أنا ما عاد بنستطيع أمارس مع الجنس. لا لا ما كنت. لا هذا ما كنت لا. لا ما تقولتها هذا هو بالمودة. طيب هو واحد ما يعني كشخص هذا ما يصير هذا ما يصير هذا ما يصير. لا لا أنا أتحدث عن شرع، هل هو ملزم أم أنها مودة؟ ملزم إذا من ناحية دفن المسلم إيه نعم واجب. لا مع دفن المسلم هو فرض على يعني أصحاب الميت، ما هو فرض على عامة المسلمين، لكن إذا لم يكن له أصحاب على بقية المسلمين. أنا أحدثك الآن عن الزوج، هل الزوج ملزم بدفع تكاليف نفقة زوجته عندما يكون مستطيعا أم ليس ملزم؟ إذا قلت لي ليس ملزم فمثلكم مثل أهل السنة. لا لا هذه أنا ما أعرفها بصراحة. حلو حلو جيد يعني وأنا فعلا أنا ما لم أرسلها لك يعني ما سامع أيوة لأن ما صايرة أنا ما سامع في يوم واحد ما دفنت. أنت مش مصور لها فعلا يعني. إيه ما سامع كل شيء. عاد في شيء عاد يعني حتى اللي مرته تموت وهو متعارك وياها يدفن هم بيقول أخلص منه. عاد في شيء أخطر، عاد في شيء أخطر عند أهل السنة. طيب أنه إذا المرأة مرضت وبالتالي ما عاد بيستطيع الرجل يضاجعها فهو غير ملزم بنفقة علاجها والدواء، أهلها يجوا يعالجوها. تخيل. لا لا النفقة الرجل على المرأة في كل أحوالها. أيوة يعني أنا حابب تتأكد. أي نعم لا 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 هذه لا هذه نفقة الرجل على المرأة في كل أحوالها. يعني عند السنة لا إذا بس مرضت توقف المضاجعة ما في عليه نفقة. شوف على كارثة.